ناس غريبة واقفة وناس مقنعة، وفي نفس الوقت ببص يعني ايه اللي بيحصل ده، وانا مستغرب له ان اول مرة يحصل في المنطقة حاجة زي كده. فلقيتهم بيقولوا لي خش جوه، ده مفيش حاجة بس انت خش. قلت لهم انا ازاي اخش؟ فرحت قلت لهم اروح اجيب لبن وبتاع، فقلت اروح اجيب اللبن. وقفت لقيتهم بقى ناس مقنعة اكتر من 30 نفر، وهوب لقيت بقى عربيات بقى امن مركزي وحكومة ورتب ودنيا غريبة. ضرب النار ده فضل يمكن يشتغل ساعة ساعة ونص ويفصل تاني، وبعد كده لقيت لك قال لك ما حدش يقرب من المنطقة دي، ويجروا من البيت ده يخش البيت ده، ويطلعوا العمارة دي ويخش العمارة دي. فالمنظر غريب. لقيت لك مين ظابط راح واخد طلقة في ظهره، مش هي مش طلقة، زي خرطوش، رشة خرطوش جت في ظهره. راحوا واخدينه هوب قال لك لا انا مش ماشي غير لما اكمل المشوار. اللي اتصاب من الحكومة تقريبا 3 او 4، تمام، لكن اللي قتلوهم 2 في الحقيقة.